وشوشة. بصي، من احلى الكواليس اللي انا قضيتها بصراحه، فيلم مخرج شاطر قوي، منتج شاطر جدا. انا ما كنتش حاسس بحاجات كتيرة ممكن نحسها في لوكيشن تاني. كل حاجة كانت متسهلة، كل حاجة كانت منظمة جدا جدا. سيناريو رائع، ممثلين أكتر من رائعين. انتوا هتتبسطوا قوي ان شاء الله بالفيلم. حاجة مختلفة جدا جدا يعني. رمضان 2018 بإذن الله تعالى. طيب، صعيدي في الجامعة الأمريكية كتير، ولا أعرف عنه حاجة؟ مش عارف. كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا بتحلموا، كل سنة وانتوا محققين، كل سنة وربنا كرمكم وسترها معاكم يا رب، وسترها مع بلدنا. كل سنة وبلدنا في تقدم، كل سنة واحنا مطمنين ومطمئنين. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشك.